لسه لقاءاتنا المستمرة على الريد كاربت والنجمة عبير صبري ومكرمة عن خيانة عهد. ألف مبروك وكل سنة وانت طيبة. ميرسي وانت طيبة. ميرسي. وطبعا نرحب بزوج الفنانة عبير صبري. أهلا. أهلا وسهلا. الله يسلمك. عايزين نتكلم عن يعني 2020. أنا مش هاخد من وقتك كتير عشان عارفة حرام يعني بقالك كتير قوي من أول الريد كاربت. أيوة. بس قولي لي 2020 بالنسبة لك تقولي لها إيه وتقولي إيه ل 2021؟ أقول 2020 سنة حلوة بالنسبة لي فنيا. كان عندي مسلسل خيانة عهد الحمد لله ومسلسل الأخ الكبير والاثنين نجحوا نجاح كبير جدا وبتكرم عن خيانة عهد المرة الثالثة. فسنة حلوة الحمد لله ومفيش حاجة اسمها سنة وحشة وسنة حلوة. في حاجات حلوة بتحصل في السنة وحاجات مش حلوة بس هي كلها أيام ربنا الحلوة. يعني جديد 2021 ايه ليكي؟ مسلسل موسى بقى ان شاء الله مع النجم محمد رمضان وفيلم ليلة العيد مع سامح عبد العزيز. ألف مبروك التكريم. مزيد من التوفيق وكل سنة وانتي طيبة. وكل سنة حضرتك كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة وما بجيبش سيرة عنك في الكلام. قطعت خلاص ما عارفك وكل اللي عارفك وما بقاش في بينا سلام أو كلام. ده أنا خصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى بالي وارتاح من الألام. ما بسمعش الأغاني ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام. وليه رغم الكلام ده مفتقدك بشدة ومن يوم فرقنا حياتي مش تمام. بحاول في الحقيقة بمليون طريقة من أول ما بصحى ولحد ما نام. ما سيبش نفسي لوحدي لو حتى دقيقة ما فكرش لحظة في عتاب أو ملام. ناس وما راعتش الأصول كذابين ما تمرش فيهم خدوني سكة للوصول. يلا عاد الله يجزيهم كله لابس وش طيبة والمعاملة بقت غريبة واللي على نياته زي اتأذى ودفع الضريبة. كنت دايما أقول عينيا حتى لو يوم جم عليا. كنت دايما أقول عينيا حتى لو يوم جم عليا. كنت برضو بقول وماله العشم زايد شوال. الله يا ما الزمان على وشنا سعلم وفي اللي عاش ما غواش ولا تعلم. والشاطر اللي بضربة يقش ما يخليش وضربة معلم ما بين ميت ضربة بتعلم. ما تستعجبش على حالة ما تستغربش لظروفة. ساعات غزلتها رايقالها وساعات على عكس ما تشوفها. دي لما بتدي ما بتهداش وتملى غيوبنا نقدي وكاش. وانقلبت ما تعرفناش وتملأ قلوبنا بكفوفة. ما تستغباش تقول هتحن. ما تستغباش وتبقى في عين على الهامش. وبرضو بلاش قصاد عزن يا إما تعيش يا إما. شكرا شكرا شكرا.